السلامة سيد الرئيس. كمال معاك، فهمتني؟ أولين نتكلم توا أترافير الكاسات وكذا، فهمتني؟ بعد ما كنا كل يوم نتقابلوا، فهمتني؟ ونهار تلا أنت ما تسمع صوتي ولا ما نسمع صوتك، واحد ما يجمش يقعد ما يسمع صوتك. تعرف إلا إن أنا بالنسبة ليك أكثر من ولدك، وعشت أنا وياك أكثر من الأخوة، فهمتني؟ وانتي تعرف حبتي ليك شنية اكثر من كل شيء، فهمتي كذلك؟ ونقول لك في الكلام هذايا مش في فكرك، لانك انتي تعرف الا ما فماش ما اخلص مني في البلد هذيا ليك انتي، ومحبتي ليك عمرها ما تتنحى مهما تكون الظروف، فهمتي؟ الكلام اللي باش نقوله لك توا في الكاسات وكذا وكل شيء جويست باش نحب تبدا عندك فكره واضحه وتعرف الا كمال عمره ما يقول فيك كلمه دونيه، والحملة المركزة فيها برشا سونية، فهمتني؟ ويقولوا فيها في كلام على عمري ما قلته أنا، فهمتني؟ والتضح عندهم خطة جهنمية، فهمتني؟ هي إبعاد كل إنسان مخلص ليك. المشكلة هي شنو؟ هاي كيفاش المشكلة؟ المشكلة وقت اللي حكيت لك أنا في العيد على الشادي النفاتي، فهمتني؟ وحكيت وكنت أنت مقتنعة بالكلام متاعي أنا، فما فيها كل شيء، مشيت انت حكيت مع عبد الله قلال وقلت له باش نحي شد نفاتي ودخلت له فيه وكذا وشي. يا اخي سي عبد الله قلال، فهمتني؟ جاني من بعد قال لي انت دخلت في شد نفاتي عند الرئيس؟ قلت له لا ما دخلتش. قال لي لا، راه الرئيس اش بدي على شد نفاتي ومغش عليه ويحب ينحيه، فهمتني؟ وكل شيء، وهذه ما تكون كان من عندك انت، فهمتني؟ قلت له لا، انا عمري مش بدي عليه شد نفاتي وما حكيتش معه حتى شيء على شد نفاتي، وما حكيناش على السياسة وما حكيت معه حتى شيء. أنا بالطبيعة نكد أخذ الحقيقة، ما حبيتش نقول له لأنه ما فماش معنى. والمشكلة هذه عبد الله قلال علاش قال الكلام هذا؟ لأنه ماشي في باله كي أنا حكيت لك على الشادي النفاتي وعلى الأمور الكل، باش يجي دوره هو من بعد. لأنه سي عبد الله قلال، هلا أنت تعرف الشادي النفاتي وعبد الله قلال ما قلت فيهم كان كلام الخير. يتواتي معك انت نقول فيهم كلام الخير، وعمري ما قلت فيهم كلمه دونيه، وغطيت وعملت وكذا، تنكر حاجه ما تمسش بك انت. وعمري انا في حياتي وتجم سي عبد الله قلال هذايا يجمش يقول لك حاجه من الاسرار بيني وبينك. قلت انا كنت اخلص واحد ليه، قلت بناته وكم اخواتي، قلت وقت لا هو البرة في فرصفي كل يوم نعمل تليفون، قلت انا بعت الناس الكل على خاطره هو، فهمتني؟ قلت انا وقت له هو تصير له اي حاجه نبكي في بلاصته هو ونتاثر اكثر من اللي هو. وصلت انا وتتذكر انت في اصعب الظروف وقت لها صارت مشاكل، وقت لها انت وزير اول وبورقيبه حبيت تقول بكيت وشديتك قعدت نعنق فيك ونبكي في الدكتور بيرني، تتذكر ولا كذا؟ هذا كله نقوله لاني نحبك، يعني صاحبي بالنسبه لي انا ما نجمش نقعد باش بيك انت، لانك مش على حاجه، مش على حد شيء الا اخويا انت صاحبي عشتك، تعرف انا وياك بالنسبه لي انا انت اكثر من اخوه. هذا شنو نجم نقول لك؟ بالنسبه لي انا سمعت بالحسن تكلم فيها في برشا بقايا واتصل باصحابي وقال لهم بدو على كمال شكي، لكن بالنسبه لليلى شو عملت لها انا؟ انت تعرف انا ليلى عامين تقريبا ولا اكثر عمري ما قلت فيها كلمه دونيه وما نقولش فيها كلمه دونيه، لانك عندك انت منها طفله، وانا كي بالنسبه لي انا سفيني مرت خويا ولادي، وكونترير حتى في الليمات الخرانية تعرفني انا ما انا وسليم ولا حاجه سهلنا لك الماموريه، فهمتني؟ وكذا كل شيء، ولهذا عمري انا ما قلت كلمه دونيه. تبن فيها ولا سي شادي نفاتي، نقول لك على سي شادي نفاتي، هذا سي شادي نفاتي قبل العيد بثلاثه ولا اربع ايام استرخص منك باش يطلع عليا في الدار قبل ما نصالح المره الاولانيه، وهذه ما حبيتش نقولها لك لاني باش توجعك برشا، وقلت كان باش نقولها لك وقتها يمكن تهرس دين امه، فهمتني؟ قعدنا نتكلموا كذا، قال لي يا جيت نطلع عليك ولا استرخصت عند السيد الرئيس وقلت له كمال عشره واللي نحب نطلع عليه وكذا، قال لي باهي يمشي طلع عليه. تكلمنا، قال لي الرئيس كتب الزداقه، قلت له والله فما ناس تقول كتب ليله 24 ونهار 23 والله ما نعرف، اما سكيو سيور انا عندي المعطيات من الاول راهو باش يكتب الزداقه، الزداقه باش يكتب وكذا وكل شيء، فهمتني؟ كل شيء ما نعرفش. قال لي احنا كيفاش رئيس دوله يعمل عمله كيما هذه؟ بالنسبه لنا احنا عندنا في الجنوب احنا هكا باللفظه نتاع هو عندنا بالقتل اللي يعمل عمله كيما هذه، فهمتي؟ وكذا هذا سي شادي نفاتي بعد ما كذب عليك وقال حكايه سلاح معاويه انت وسلاح اكس ويكراك وكذا، الحكايه كل خطيه وقت له هو نعرف وانا وجي لي بروف
انا هو وراء الاعمال كل وطلب فهمتي بعد مؤتمر قصر بعد اجتماعه نتاع قصر هلال من عند والي المستير فهمتي طلب من دار والي المستير محمد الجاري وقال له شنو عندنا زوز ومناع عميل التجمع وكذا انا نعرف الشدي نفاتي عمرك وكذا على حكايه تاع معاوي وكذا نعرف كان انت خطيك هما عمروك وهما عملوا لك كل شيء لانه نعرف انا طلب من دار والي المستير محمد الجاري وكذا وكل شيء فهمني وعمر وزاد طلبك انت وكذا هذا انا نعرفه طفوفيه وكذا كل شيء أو باش نعطيك أمارة على محمد شكري هذه قالها لي تدع عبد الله قلال قال لي تعرف الرئيس اليوم اش عمل لي كلمني في التليفون ودخل لي يسب لي محمد شكري بالمقلوب وقال لي اش عمل عندك في الداخلية فهمني يا أخي قال لي خليت له عيط 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 وبعد قلت له سيد الرئيس راني أنا محمد شكري ما عطيته حتى شيء وما جبت له شيء جديد هذا الكل عطيته له من حيث أنت وزير الداخلية يا أخي التفت قال لي بون 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 قلت له أنت علاش هذايا مش علاش أنا قال لي يحب ينحي محمد شكري على يدي أنا قال لي لا يا وليد عمي فهمتي كذا كل شيء باش تفهم هاو السيد هذايا شمشاع حكايه انت كلمته على محمد شكري وعطيته وتحيط وكذا جا عاودت لي انا كيفاش مع سوري زايده مع محمد شكري فهمتي هاو من جبره الحاجات الاخرين فيما يخص محمد الصياح في بالك انا قبل مصطفى سلامه اللي سيموا ولا فهمتني وقال له انا نحب نصلح حكايه محمد الصياح وانت تعرف الا انا ما تعرف مصطفى سلامه نسيبه لهادي خفشه الله يرحمه ولادي خفشه كان يخدم عنده اول ما بدا يخدم عبد الله قلال عند هادي خفشه اتشيت كابيني قال له ما تعرف انا تربيت لهادي خفشه ولادي خفشه العطف عليه ونحبه وذاك بابا وذاك كذا ولهذا العام هذيك انت يا منصف باش تتفاهم مع محمد الصياح وكذا وانا مستعد باش نعاونه محمد الصياح وراه الرئيس ما يسبلوش يا اخي انت وقت سكتت الحكايه وكذا وقت بذل منك انت قعدت معاه هنا وكذا واتفقنا وكل شيء على حكايه محمد الصياح وعصفاره وكذا وكل شيء وتركت الامور وقتها وكانت ماشيه في ثنيه باية وتمشي سفير بذل منك انت انا محمد الصياح تعرفني وتعرف رايي فيه مليح لول الدنيا وتعرفني وقت اللي هو في تمكو عمري ما صاحبته كونترير كمحمد صياح خذا الحكم ولا ل 6 نوفمبر ما نشهدش العمليه راني انا من الناس الا في المشنقه ولا راني في الحبس ولا صار لي مصالح لكن تعرفني انا معك انت كنت ماشي رقبتي حطيحه هذوما حاجات باش تعرفهم انت الا هو يحكي توا على محمد صياح فهمني وش يهمني فيه انا صياح اش يهمني في الصياح ولا غيري انا باش ينفعني صياح ولا باش ينفعني اكس ولا يجري انا ذكر عبد الله قلال هكريت انا اش عملت مناح ها اش عمل لي انا بعد كنت ان شاء الله بعد عمر طويل وان شاء الله ديما حي بعد كنت انا نزيد ترجع حاجه منها من انسان اخر اذا كان انت خويا وصاحبي وعشيري كل الماء والملح وبدنا جميع وتخلى على بعضنا حتى عرايا ومعناتها بيني وبينك ما فماش بروتوكول بيني وبينك اكثر من خوة فهمتني هل تمرمت مش ترجع انا من الناس كلنا انا مازال عندي ثقه في عبد الله قلال ولا في نفاتي ولا في زايد ولا في عمر ولا في اي انسان لقامه الكل ما يهمنيش انا خدمتك انت وانا خدمتك انت وانا نفعتك انت وانا بالنسبه لك انت كي نخدمك انت وتعرفني انا مش منحبش نحرجك لا نحب نحضر في 6 نوفمبر تبدا انت تقول لي احضر نقول لك مش لازم نحرجك في ريسبسيونات ما نحضركش في خطابات ما نحضركش ما نحرجكش ما نحبش نحضر نقول لك انا ما نحبش نحرجك تفهم فيا ولا فهمني ولا هذا عمري ما حبيت نخرج انا فهمني سيحت وانا كي قابلته في سفاره امريكا ربع ساعه قابلته بالسرقه انا كان نحب نقابل صياح ونحكي معاه نجم نفيق بيه نقعد معاه ما يفيق بيه لا امن ولا يفيق بيه لا عبد الله قلش ولا حاجه الناس هربت من تونس وفي بالك بحكايه المناعي ثلاث مرات يدخل تونس محمد المناعي احمد المناعي ويسكن في الوردانيين والبوليسيه ما فقدش بيه ولظم هربت مرته خمسه صغار ومرته وهربهم من تونس وهم موجودين تو في فرنسا والبوليسيه جمعه بعدهم يزالوا يعزوا قدام الدار باش تفهم بعد انا كان حاب نقابل محمد صياح نقابله ما يفطن بيه حتى حد لكن انا عمري ما نعمل حاجه وزيد تيقن منها زدك انت يستحيل باش انا نهار نعطيك لحد هذا تتاكد منه 100% فهمتني ولا فيما يخص محمد شكري تقول فيا ولا سي محمد شكري انا ما نعملش الحرام شوف انا ما نعملش الحرام لاني نخمم عليك انت قبل لا شكري بول علي شكري لانه كان نقول لك الكلام اللي قاله لي محمد شكري وقت لا انت متغشش عليه ونهار كلمته وسمعته الكلام في داره وقلت له نحطك في الحبس وقال لك تو نهز فريشتي ونخلي البلاد يسليم شيبوب تقول فيا ولا نخلي البلاد يسليم شيبوب على خاطر وقتها انت يا قلت له ابو عمران يعمل تقرير وقال فيها لا شو اسمه بابو يشتري في ماتريال تاع يكوت باش يعمل يكوت الرئيس في القصر
عملت له انت تليفون وعبد الرحمن شو اسمه عبد الرحمن مش بالحجريه عبد الرحمن القفصي ولد بلاد محمد شكري ابو عمراني عمل تقرير وقال في هذايا وكل شيء وانت ظنيته ألا محمد شكري عمله وثبتني حتى انا يظهر لي وقت محمد شكري قال ما عارف صحيح ولا غلط وثبيته وكذا كل شيء وقعدت قداش ما تقبلوش وهنتوا وكذا وكل شيء والله نقسم لك بالله يجيني للبيرو يدي عليك في دعاء خايب يسب فيك 70 خايب كيفاش عطاه يعطي في الفلوس والدوفيز كان سعيد اساسي باش انت ما تنحيتش من وزاره الداخليه وقت هرب مزالي تفهم فيا ولا كيفاش يجري ويجري كيفاش كذا ما خلى والدعاء المر وانا مش محبه في محمد شكري ما نحب خاطر كان عودت لك وقتها وانت اشول الكلام هذا كل راك محمد شكري حطيته الحبس انا ساعه تقعدي على ضميري وثاني حاجه تقولي ماهيش باهيه في البلاد يقولوا هاو معناتها دواء الرئيس ولات الحبوسات وكذا وكل شيء ما حبيتش نزره وقعدت الرئيس فيه كل مره شويه ونجي لي هو نكذب عليه ونقول له والله الرئيس اليوم ما يمشي عليه قال لي زعيم وكذا باش رئيسته باش ما صارتش مشاكل وتعديت الامور كما تعرف انت والله نقسم لك بالقران الا في بيرويا يدي عليك وما حبيتش نعاود مش محبه في محمد شكري باش ما حبيتش كنتي انت كنت تجم وقت تهز وتوقفه فهمتني محمد شكري تعرفه انت ونعرفه انا اسقط منه ما فماش لا دين لا ملة استغلناه لكن انسان جيبه مصلحته قبل كل حد فهمتني ايه قاعد يجي وقت انا ونحكي له انا شنو اخلاصي ليه من حيث عرفنا بعضنا التوى يمشي يردها ويحكي فيها هو ويخرج في التوكس هو وعبد الله وشادي نفاتي وبلغ لك بكنتي الا انا صنعتك صناعه انا نصنعك صناعه تانا نعبدك عباده وشنو انا خدك انا عاونت خويا وانا خدمت خويا وانا اليوم وغدوه وبعد غدوه وحياتي كامله ما نجمش نخدم انسان كيما خدمتك انت وما عادش نجم نخدم انسان كيما خدمتك انت لاني مش حكايه سياسه بيني وبينك حكايه عاطفه حكايه خو نجم انا قمر بحياتي وبأموري وكذا على خاطر انسان سياسه شمو فوق نقعد صحاب مع الناس كله وش يهمني انا يمشي يكذب عليا يحرف لي كلامي انا مش نعمل توا سياسه مع محمد صياح ولا مع زايد ولا مع عمر تتذكر وقتك مش كنت تقول انت قبل تقول للبنات انتوما ثلاثه اخوه وكمال خوكم الرابعه وكنت ديما تقول هالكلمه هذه نسيت توا كمال نسيت كمال خوك نسيت كمال خلاص وريك فما في البلاد هذه انسان يحس عليك كيما نحس عليك انا بكلهم يدبروا في روسه وبكلهم يتملقوا وبكلهم كذا نهار عبد الله قلال فهمني قال لي مع بن علي تعرف التبع الداخليه عباره له هو وزير الداخليه ولهذا انا حكيت الديمقراطيه وكذا الرئيس يقرر مش انا نقرر فهمني وقال لي تعرف الرئيس ان باب كنت سمباتي للصفاقسيه ودايور انا اول والي سميته وقت الصفاقسي يا اخي الرئيس عمل لي الملاحظه وانت تعرف هذا اول والي وقت سماه في توزر فهمني بالغيص الصفاقسي عملت له انت الملاحظه فهمني وقت لحم يسمي رئيس ديوان فهمني ما كمون الصفاقسي عملت له انت الملاحظه فهمني ولهذا هكا مش خايف هكا يا رسول الله ما فما في البلاد هذه الا الصفاقسيه في سوسه رئيس المنطقه الصفاقسي رؤساء المراكز الصفاقسيه مدير سجن في سوسه الصفاقسي بالرغم انا فيه شكايه من وكيل الجمهوريه ومن الشرطه ياخو في الرشوه وياخو شدوه بالبرايف من عند الاخوانجي هكا الشملي ما نحاشي لانه الصفاقسي فهمتني وكل شيء الناس الكل حتى الصفاقسيه حتى مدير الجهوي للديوانه الصفاقسي الناس راحت في البلاد هذه ما فما الصفاقيه هذا استعمار هذا زي طيبه في الحرس المتفقد العام الصفاقسي نحى العجم العتيري حمامي ولد بلاد حتى الصفاقسي نحى ثلاثه مديرين اخرين في الحرس حتى الصفاقسيه شنو اذا كان هذا انت رئيس جمهوريه وبتاحلي باش يهج علينا شنو الحاله هذه شنو هي الحاله هذه والمشين هذا انت تو رئيس جمهوريه وسيد عمل هكا ما نغدوش يعمل هذا غدو اللي هو الصفاقسي يدور في البلاد انا مش الصفاقسي يدور باسبور يولي شنو وانت تعرف المطريتي نتاعو السيد هذا وفي بالك عمل قاعده راس راس مع منصور معلا واقترح عليه سفير في واشنطن ولا في بالك بهذا ولا ما في بالكش قعد مع منصور معلا وعرض عليه سفير في واشنطن فهمت كذا كل شيء